السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا متابعينا في كل مكان أسعد الله وقتكم بكل خير أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرياضية التي تأتيكم في برنامج من الجزائر للحديث خصيصا عن نهائي كأس الجمهورية غدا الجمعة بداية من الساعة الخامسة على ملعب الخامس جويليا نهائي في يوم خاص للجزائر تاريخ الخامس جويليا تاريخ استقلال هذا البلد العزيز نهائي بطعم ونوع خاص بين مولودية الجزائر ومولودية الجزائر صاحبة الثماني تتويجات باللقب وشباب لوزداد المتوج بنفس العدد من الألقاب في مواجهة بعنوان فض الشراكة بين فريقين عريقين يتواجهان للمرة الأولى في نهائي كأس الجمهورية حضور جماهيري وكبير وفرجة مضمونة في مدرجات الملعب التاريخي كما سنتطرق لتدشين رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لملعب علي عمار الخاص بمولودية الجزائر وقرب تدشينه ملعب حسين ايت تحمد بي تيزي وزو سنتحدث كثيرا عن الموضوع وسنتحدث ايضا عن قرعه تصفيات كاس امم افريقيا 2025 والتي اسدل عليها الستار ظاهره اليوم بجوهانسبرغ الجنوب افريقيا المنتخب الجزائري في المجموعه الخامسه والتي تضم منتخبات غينيا الاستوائيه الطوغو وليبيريا مواضيع شيقة مشاهدينا ندعوكم لمتابعتها اليوم رفقة ضيوف أكارم يتقدمهم اللاعب السابق والمدرب مراد سلطني مرحبا بك شيخ مراد. السلام عليكم تحية طيبة للمتتبعين الوطنية وخاصة كرة القدم. تحية متبادلة مراد سلطني ونسعد بتواجد المايسترو ناصر بويش محلل القناة مرحبا بك شيخ ناصر. أهلا وسهلا عماد. اهلا بك نصر بويش ويتواجد معنا ايضا المتالق امين نيت لاربي. مرحبا بك امين اهلا بك عماد تحيه طيبه لمشاهدي قناه الوطنيه سعداء اليوم متواجدون في بلاطو وضربنا عصفورين بحجر واحد بتواجد لاعب لعبه لشباب لوزداد ومولوديه الجزائر ومولوديه الجزائر زائد, زائد رائد القبة. زائد <applause> القبه ونرحب بملح البرنامج فريد معطاوي مرحبا بك فريد بك عماد تحيه لشباب الجزائر ونحن على موعد مع 5 جويلية تحيه ايضا لابناء الشهداء وللمجاهدين ولاحرار هذا الوطن العزيز نجاسر ايضا ابناء فلسطين الذين يئنون تحت وطاه الـ 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 ابناء صهيون الغاشم المعمي بسوء النية لا يستحق جهد التنوير يا عماد شكرا جزيلا لك فريد مطوي دائما على البداية المميزة والبداية بكأس الجمهورية غدا الجمعة في يوم تاريخي كما ذكرنا سلفا الخامس جويلية بملعب خمسة جويلية بداية من الساعة الخامسة كل الأمور مضبوطة من الناحية التنظيمية أربعون ألف مناصر سيلجون مدرجة ملعب خمسة جويلية الأبواب تفتح بداية من الساعة الحادية عشر صباحا وتغلق على الساعة الثالثة والفرجة ستكون مضمونه من قبل جماهير الفريقين قبل الخوض في الامور الفنيه اولا نتحدث عن جماليه الدربي ووزن هذا هذه المباراه عندما يتعلق الامر بكاس الجمهوريه البعض يرى ان هذه المسابقه هي اهم واكبر مسابقه في الجزائر امين كيف ستكون الامور التنظيميه والفنيه غدا قبل اثناء وبعد المباراه تحدثنا زميلي عماد في الكثير من الحصص وتحدثنا أيضا في نشرة الأخبار المتعلقة بقناة الوطنية عن التنظيم المحكم لعناصر الأمن قبل مباراة النهائية والتي تمثلت في عملية بيع التذاكر لأنصار مولودية الجزائر في ملعب خمسة جويلية وأنصار شباب الوزداد في ملعب عشرين أوت الأمور التنظيمية كانت في المستوى بالرغم من قله التذاكر مقارنه بالجماهير الكثيره التي كانت سواء تعلق الامر في 5 جويليا و20 اوت، تصريحات الانصار كانت جميله والتي سنشاهدها في الحصه، تصريحات تدعو للاطمئنان، تصريحات تدعو الى ضروره زرع الاخوه واللعب روح الروح الرياضيه التي ستكون حتما بين اثنين من بين افضل الانديه الجزائريه في الوقت الحالي نتمنى ان تكون يعني هناك تصريح لمناصر لشباب لوزداد قالوا انه قال انه هو يعني ليست له علاقه بالامور التقنيه ولكن الفرجة مضمونة فوق المدرجات صح. وأنا أقول بدوري أن الفرجة ستكون مضمونة فوق المدرجات وأتمنى أيضا أن تكون الفرجة مضمونة أيضا فوق المستطيل الأخضر مهم. ولو أنه شاهدنا في الكثير من النهائيات ضعف المستوى بالنسبة للفرق التي تنشط نهائي كأس الجمهورية في الكثير من السنوات. مهم. تبحث عن النتيجة، فريد أمين تحدث عن الأمور التنظيمية هناك تنظيم محكم على مستوى بيع التذاكر كنا قد يعني أشرنا بضرورة يعني تنظيم الامور لكي لا يحدث مثل ما حدث سابقا غدا المباراه تعد بالكثير جماهيريا وفوق الميدان علامه استفهام كبيره. والله عكس ما قاله الكثير مما استمعت اليه عندما نتحدث على امور تنظيميه جيده انا لا اعترف ببيع للتذاكر دون المنصه الالكترونيه صحيح. ونحن قد شرعنا في هذه التجربه منذ منذ مده يعني الاسئله مطروحه لماذا لا يتم الاعتماد على هذا ايه واستمعت ايضا للكثير ممن صاروا غرقا في ذلك الفنجان وهم يتحدثون على صعوبه بيع التذاكر في المنصه لان الامر حسب ما قيل يصعب على على القائمين على هذه العملية التفريق بين مناصري المولودية ومناصري الشباب. طيب إذا كان الأمر كذلك على المنصة كيف تضمن بيع تذاكر المولودية لمناصري المولودية وبيع تذاكر الشباب سحر. لمناصري الشباب يستطيع أي مناصر من المولودية أن يتوجه إلى ملعب 20 أوت ويقتنى التذكرة على أساس بقميص شباب الوزداد ويذهب إلى باب الواد وهو متحصل على ####لكن هناك مشكل آخر فريد على مستوى بيوارد. آه بيوارد. على مستوى بيوارد. دخول م# ملعب خمسة جويلية هناك ال# ال# يعني الأجهزة الإلكترونية كاين اللي راهي يعني معطلة... وكاين اللي راه يعني لا زالت قيد التشغيل لذلك لا يجب لذلك هناك مشكل في دخول المناصر لذلك لا يجب ان نتحدث على حسن التنظيم ونحن نعاني من كل هذه المشاكل استمعت ايضا لمغالطات تاريخيه عندما قيل لنا بان عرض آه عرض الكاس في حي بالكور وفي باب الواد هي سابقه ابدا سبقه للاتحاديات السابقه وان قامت بنفس العمليه دعوكم من التطبيل ومن من التهويل والوقوف وراء هذه الاتحاديه على حساب الاتحاديات الاخرى عندما ننتقد ظاهره لا يهمنا من هو اليوم في قصر دال ابراهيم او الامس او غدا نتحدث على الظاهرة وننسى الاشخاص هذه الكأس وهذه الالتفاتة سبق للاتحاديات السابقة وأن قامت بهذه الالتفاتة ووضعت الكأس في حي هذا الفريق وفي حي ذاك الفريق لذلك هي ليست سابقة والامور التنظيمية في بيع التذاكر هي ليست على ما يرام وعكس ايضا ما حاول البعض ان يقول بأن بيع التذاكر يتحمله هذا الفريق او ذاك انا اقول بأن منظم الكأس هو الذي يتحمل بيع التذاكر لان هناك لجنه خاصه بكاس الجمهورية, الجمهوريه هي التي تنظم هذه العمليه سواء كان الفريق اسمه المولوديه او الشباب او شباب قسنطينه او اتحاد عنابه عن لا يهمني اسم الفريق المنظم هو الذي يسهر على تنظيم يعني بيع التذاكر والامور اللوجستيكيه وما الى ذلك لذلك كل انا ابتعد عن هذه الامور السلبيه حتى نكون ايجابيين عشيه هذا اللقاء الدربي العاصمي الجميل الجميل نظريا أنا أتوقف عند بعض النقاط المهمة في هذا في هذه في هذا النهائي أقول بأن المولودية والشباب يضمان احسن اللاعبين على المستوى الوطني، لذلك لا حجه لهذا الفريق او ذاك عندما نتحدث غدا بعد صافره نهايه المباراه ونقول بان المستوى لم يرقى الى تطلعات الجماهير لان يعني من المفروض ان انصار المولوديه وانصار الشباب وحتى انصار الكره الجزائريه في الشرق والغرب والشمال والجنوب هم يعني ينتظرون هذا هذا وهذا الدربي بشغف لرؤية أحسن فريقين في هذا الموسم وهم وهما ينشطان هذا النهائي ملاحظة أخرى يا عماد وأختم، أقول على ال... كان على المنظمين أن ينصبوا شاشات عملاقة في في أحياء العاصمة حتى يتجنبوا ذلك الضغط على ملعب خمسة جويليا لأن استمعت أيضا للبعض يقول لك بأن هذا الدربي ملعب ب 400 500 ألف متفرج لا يتسع لهذا الدربي، ليس هناك أي ملعب في العالم يتسع للعدد الهائل في 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 الإقبال، لو تذهب مثلا الى ريال مدريد وهي تخوض نهائي رابطه ابطال اوروبا لا وضعت ملعب بمليون مناصر من من كل القارات ولما استطاع ذلك الملعب ان يمتص ذلك العدد الهائل من الجماهير لكن عكس ما يقوله البعض الشاشات العملاقه في الساحات العموميه كفيله بانقاص الضغط على ملعب خمسه جويليه مهما تكن سعته ما نتمناه ان نرى مباراه لا اقول ذات مستوى عالي على الاقل مستوى حسن سواء في ارضيه الميدان لان المدرجات انا متاكد والكل متاكد بانها سوف تكون فرجه غير مسبوقه في هذا النهائي. واضح فريد مراد سلاطني كنت لاعبا للفريقين واصبحت مدربا ومحللا ايضا لذلك ساتحدث مع مراد بقبعه المدرب اليوم تابعنا مشوار شباب لوزاد في البطوله. في دوري الابطال وفي كاس الجمهوريه ايضا الفريق افتقد لبعض الامور لكي يتوج باللقب الخامس تواليا في البطوله في سابقه ولو انه اربع بطولات على التوالي سابقه ايضا في تاريخ الانديه الجزائريه اعجبني انا تصريح احد مناصري الشباب قال فيه فريق شباب لوزداد هو الذي منح اللقب لمولوديه الجزائر بمعنى انه كان قادر على تتويج باللقب هذا الموسم لولا التهاون في بعض المباريات لكل حال فريق شباب الوزداد في الخمس سنوات الاخيره كان يفوز بـ بـ بالالقاب وخاصه البطوله صحيح انه العام الفارط خسر مع مع مع, مع, اولمبي شلف وكان هو كيما كان فافوري ولكن اولمبي شلف أدى مقابله كبيره بمستوى كان راقي جدا من جانب اولمبيك شلف ولكن كي نشوفوا المقابله تاع تاع غدا نظن حتى شباب الوزداد اللي يستهان به كي نشوفوا خبره اللاعبين ونشط نهائيات ثقل في... الاسماء في هذا الشيء ثقل م... الاسماء كي نشوفوا الديناميكيه تاع فريق مولوديه الجزائر بالنسبه لي ملعب 5 جويليه يعطي شويه الافضليه لمولوديه الجزائر بكب... بحكم الاستضافه فيها بحكم ان مولوديه لعبت اكثر <applause> مقابلات وتحس روحك شغل في, في في في, الميدان تاعها <applause> رغم انه نهائي رغم البروتوكول رغم كل شيء ولكن مولودية عندها شويه هذيك تكون تلعب شويه بالنزعه الهجوميه مقارنه مع شباب الوزداد <applause> ولكن تكون حذر شباب الوزداد ولكن شباب الوزداد اغلبيه اللاعبين يعرفوا يسيروا ممكن المقابله من هذا الجانب مهم جدا وان كأس الجمهورية يربح باسكو كما كيما النهايه هي كل شيء تربح النهائي الفرحه وكل شيء هذيك كيما يقولوا احنا لا سيغ ولكن من ناحيه تقنيه انا نقول الديناميكيه تاع المولوديه النتائج الايجابيه والبطوله والفرحه شويه و... ولكن ولكن نتمنى تكون عمليه الفار تكون ان شاء الله يكون الفار باش 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 تقلل كل... من الاخطاء يعني. تقلل من الاخطاء وباش كل فريق يدي الحق تاعو يعني وحتى الجمهور كي تعود فيها عمليه الفار يتقبل حتى لي قرارات الحكم شفنا نهائيات سابقين وان وان شفنا نهائي شبيبه القبائل معين مليله كان متسلل تاع واحد 6 6 مترات و... وربحوا بهدف كان موسوني من دكورة الحاج عدلان ذاك نظن عمليه الفار راح راح تخفف شويه من الضغط وموعد المقابله ونوع الماء شويه كان فيه تذبذب في موعد المقابله حراره من لا مش مش ال ال ومن لا مش على الموعد على الموعد بقى تاريخ تاريخ المقابلة وقف البطولة, البطولة ومن بعد شوية أه في الزيت شوية يوم تقريبا على آخر مباراة شوية في الصبر تاع تاع الأنصار وتأويلات وكلام وتذاكر وين يلعبوا وما يلعبوش هذاك شوية اللي كان اللي كان شوية ما كانش في في تكمل البطولة عندك موعد تاع كاس كاس حتى شفنا من ناحيه العقود كاين لاعبين ومدربين العقود تاعهم انتهت في انت جوان ودونك هنا كان, فيها كان فيه شويه من ناحيه الذهنيه كان فيه شويه تذبذبات ولكن كي نرجع لك للمقابله راح تكون مقابله من احسن الفرق في البطوله كان فيه تنافس صحيح كما كنت تكلم وسالتني ان في بعض الاحيان مقابله تاع المدوديه كانت مقابله مش تاع نقاط كانت تاع سته هما يربحوا والخصوم تاعهم اللي صحيح. كانوا ينهزموا في مقابلات سهله <applause> انا نظن راح نشوفوا مقابله كبيره وان شاء الله تسود فيها الروح الرياضيه ان شاء الله كيما تكلم فريد كل الفرق الاثنين من العاصمه لي سبورتور تاع لي زيكيب من العاصمه ان شاء الله ان شاء الله تسود الروح الرياضيه والمنهزم يقبل يقبل باش حتى الخرجه تاع الملعب هذيك اللي اللي يعني شفت انا في في المقابله تاع تاع الذهاب كنت في الملعب ودخلت كانت اجواء شويه يخرجوا من حي واحد لي سبورتير ويجيو من طريق واحده ويروحوا من من طريق من من واحده دونك دونك ان شاء الله يقبلوا ينهزم يقبل الانهزام وسود الروح الرياضيه ان شاء الله ان شاء الله مراد سلاطيني ناصر بويش نتحدث عن شباب بلوزات قبل الخوض في الحديث عن الاسلحه التي يمتلكها مولوديه الجزائر الشباب اكثر اصرار وتحفيز نوعا ما هذا الموسم للفوز بكاس الجمهوريه على بغض النظر عن البطوله بعدما خسرها العام الماضي امام اولمبييشلي اكيد انه للمره الثانيه على التوالي شباب الوزاده حين الشوط النهائي بعد لكن هذا الموسم بعد اخفاقه في البطوله <applause> قاتلوا كما نقولوا احنا كاس الجمهوريه هذه المنافسه ربما لازم نقولوها بكل صراحه مراد داو هنايا أه تعطي اللاعب اكثر ربما اذا فاز اللاعب بكاس الجمهوريه راح ينسى كل شيء يعني حتى ولو نقولوا أه ما كانش أه حاضر في في الموسم في البطوله لكن الفوز بالكاس راح يعطيك صادير فرحه لا كيما نقولوا اون جوا انيستيمابل دونك نظن انه شباب الوزداد حتى ولو بقات حت له هذا الموسم هذه هاد الفرصه هذه اللي فوز بلقب لكن هل سؤال هل لاعبي شباب الوزداد يكونوا في الموعد هل شباب الوزداد لاعبين حضروا هذا النهائي كما ينبغي هل لاعبي شباب الوزداد راح يظهروا بوجه اخر تقنيا على المستوى التقني ولا على المستوى الاداء بصفه عامه هل يكونوا احسن بكثير مع على ما قدموه في البطوله لان انت تكلمت قلت انه مناصر شباب الوزداد قال انه اللاعبين وشباب الوزداد هما اللي هداو لا نظن انه بكل تواضع نقول ان مولودي الجزائر كانوا احسن بكثير مولودي الجزائر فازوا في لقاءات ربما وين شباب الوزداد ما قدرش يفوز دونك هذا هو المستوى تاع شباب مولودي الجزائر تقريبا إذا نشوفوا كاع الحوصله في كل موسم كان أحسن بكثير على مستوى تاع شباب, شباب الوزاد مزاد. أثرت عليه الإقصاء من دور الأبطال خلينا قلنا هذه قلناها قلنا في بداية الموسم هل شباب المزداد شباب الوزاد عندهم كما نقولوا مجموعة البشرية اللي راح تسير كل اللقاءات بطولة كأس رابطة الأبطال شفنا أنه كان فيه إخفاق إخفاق في بداية الموسم مشاركة في كأس العرب خرج مبكرا عادل المنافسة المحلية زائد المنافسه الافريقيه ضيع عده نقاط لكن بين قوسين مستوى تعمل الجزائر بصفه عامه خاصه في البطوله كان احسن بكثير من لاعبي شباب الوزداد واضح نصر بويش امين فض الشراكه هذا هو العنوان المتداول بكثره بين جماهير الفريقين شباب الوزداد كما قلنا بثمانيه القاب والمولودي ايضا بثمانيه القاب الطريق هنا نحو التاسعه هكذا يحبذ جماهير الفريقين ان يعنون هذه المواجهه الارقام يا امين اصبحت جزء لا يتجزا من عالم كره القدم ولو انه البعض ينبذ هذا الامر عندما نتحدث عن الارقام وتفاصيلها يعني سواء اللاعبين المدربين وحتى الفرق بشكل عام اكيد زميلي عماد عندما نتحدث عن ارقام بين مولوديه الجزائر وشباب الوزداد يقودنا الحديث عن الارقام الايجابيه التي يحققها هجوم مولوديه الجزائر باعتبار ان افضل هداف في الدوري هو يوسف بليلي مناصفه مع بالقاسمي في اتحاد العاصمه نتحدث ايضا عن يعني ارقام ايجابيه جد ايجابيه لبعض اللاعبين الاخرين في مولوديه الجزائر على غرار نعيجي وميريزاك نعيجي الذي سجل 13 سمع 13 لا 11 11 هدف اه نعيجي نعيجي 11 هدف بالاضافه الى ميرزاك ثم أه. لا ماشي ميرزاك ما مرزوقي مرزوقي خير الدين مرزوقي الذي سجل ثمان اهداف زقرانه الذي يعتبر من بين احسن اللاعبين الـ 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 بين احسن اللاعبين في مرشح البطوله الوطنيه مرشح ومرشح لولوج البطوله الفرنسيه, البطولة الفرنسية بفضل العروض الكثيره التي تلقاها يعني كل هذه الارقام الايجابيه تصب في صالح مولودية الجزائر من الناحية الهجومية ثم نتحدث أيضا عن شباب الوزداد الذي حضر بهدوء مقارنة بمولودية الجزائر تحذيرات تربص في المستوى نظن أن المباراة ستكون يعني مباراة قوية بكل بكل المعايير ونتمنى ان يكون المستوى يعني يرتقي لمستوى تطلعات الجماهير التي ستكون حاضرة وسترسم ايضا كما قلت صور جميلة في المدرجات. الحديث عن مولودية الجزائر احد اطراف هذا النهائي يقودنا للحديث عن تسليم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمفاتيح ملعب علي عمار بالدويرة لادارة مولودية الجزائر حدث بارز لم يسبق وان كان له وجود في تاريخ الانديه الجزائريه اليوم عميد الانديه يستفيد من ملعب خاص به تحفه كبيره تتغنى بها الجزائر ومولوديه العاصمه ايضا فريد معطوي انا اتساءل ما الذي يمثل هذا الامر للمولوديه ك يعني ملعب تاريخي سيكون باسم هذا الفريق ملعب بمرافق عالميه كما سنشاهد في الصور بعد قليل زائد مركز تدريبات عالي المستوى شيء جميل يا عماد شيء جميل ان ان يحظى عميد الانديه الجزائريه بكل هذه المرافق ملعب خاص ومركز للتدريبات وهو يحوز على هذه على لقب البطوله في انتظار ما يؤول اليه لقاء الغد سواء بالثنائيه او باقتسام طرطه العاصمه بين المولوديه وشباب الوزداد. اتمنى ايضا أن ينال فريق شباب شبيبة القبائل ملعب حسين أيت أحمد و... قريبا سيدهشا قريبا وأتمنى أن يمنح في التسيير إلى شبيبة القبائل مثلما آه مثلما تفضل الرئيس ومنح هذا الملعب لملودية الجزائر لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن في 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 نهاية المطاف وفي الموسمين الأخيرين عادت السلطات لاحتضان اكبر الانديه الجزائريه سواء بوضع تلك الشركات تحت تصرف هذه الانديه او بتواصل, بتواصل منح السلطات لبعض الامكانيات من ملاعب وبناء مراكز للتدريب هذا الامر تاكد عماد بانه سوف يعود على الكره الجزائريه في خلال مواسم قليله قادمه سوف يعود عليها بالكثير من الخيرات سواء في اكتشاف او صقل او مرافقه العديد من البراعم التي ضاعت في السنوات الاخيره ضاعت في الطريق ل لعدم اكتساب الأندية سواء للمرافق أو أيضا للعنصر البشري المؤهل تحدثنا كثيرا في هذا البلاطو على مدار سنوات حول افتقاد الكرة الجزائرية لمربين في الأصناف الصغرى ولمكونين اليوم ونحن نقف على هذا التطور من, من, من الناحية المالية ومن الناحيه اللوجستيكيه نتمنى ايضا أن, ان يسود هذا هذه يعني هذا المنحى التصاعدي في 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 الامكانيات الى وضع ايضا المكونين والمربين في الاصناف الصغرى مثل ما يحدث في مولوديه الجزائر مع ميخازني لذلك اتمنى أن 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 تكون هذه الظاهرة تعم أكبر الأندية الجزائرية لأنه في نهاية المطاف نحن عندما نعود إلى إلى ترتيب البطولة لهذا الموسم سوف نجد بأن الأندية التي تحوز على الشركات هي التي انقضت على البوديوم بدليل أن من 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 سواء من البطل اللي هو المولودية إلى ال إلى وفاق سطيف إلى المركز الخامس كلها أندية تمتلك شركات وطنية بالنسبة للملاحظة التي قدمتها منذ قليل وقلت بان الشباب هو الذي منح فرصه تتويج المولودية انا ضد هذا الطرح لان المولودية استحقت هذا التتويج منذ المباراه الاولى وهي تتربع على عرش البطوله ولم تترك ذلك الـ يعني الـ الكرسي الى نهايه الـ الـ البطوله، اقول فقط بان شباب الوزداد وهو وهو يترك البطوله للمولودية وكانه وكان المولودية انقضت على ملك من املاك شباب الوزداد لانه فاز باربع طبعا. طبعا. بطولات متتاليه كسابقه في تاريخ الكره شعرنا هذه هذا الموسم وكانه شباب شعر بالتخمه فقد, من هيه. من هيه. فقد, فقد شيء و... من من املاكه لكن اذا عدنا الى التحليل نجد ان شباب الوزداد هو الذي قضى على نفسه بعدم الاستقرار صحيح. على صحيح. سواء على الطاقم الفني او حتى على التشكيله تخيل اربع بطولات باربع مدربين مختلفين لذلك عندما نذهب الى بطوله رابطه الابطال افريقيا <applause> بمدربين ايه عندما نذهب الى رابطه ابطال افريقيا ونجد بان الشباب يصطدم يصطدم بالدور الربع النهائي ولم يستطع تجاوز تلك العقبه اظن بان بان الاختلال والتغييرات على المستوى التقني الفني هو الذي كان وراء هذا التعثر اظن بان المولودية وهي تحتفظ ببومال للموسم الثاني كانت لها الفرصه في وضع ذلك الاستقرار على المستوى الفني والتقني وهو ما لمسناه من سواء من من اختيار العناصر في بدايه الموسم وفي وضع تلك الخطه في في بدايه الموسم ايضا في التحضيرات عندما لقت بعض السخريه من الكثير من المتابعين اليوم المولوديه استطاعت ان تفوز بهذا اللقب بكل جدارة عماد واستحقاق ولا يستطيع اي إن كان ان يقول لك بان المولوديه سرقت هذه هذه البطوله ابدا اظن بان حتى ولو مشوار بطل يعني مشوار بطل من, من 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 اول مباراه الى نهايتها بدليل انها لم تنها سوى في مبارتين لا اكثر واستطاعت ان تتحصل على البطوله قبل نهايتها بجولات اذكرك فقط بان شباب الوزداد في الموسم الماضي كان ايضا يمتلك مسار جد راق مع المدرب التونسي الكوكي الاداره رات غير ذلك غيرت المدرب ارادوا ارادوا ربما التيكي تاكا على حساب اللقب وهو ما حصل في نهايه الموسم اتمنى فقط بان يوم غد إما يفوز شباب الوزداد لينقذ ذلك الموسم لانه بغض النظر عن اربع البطولات هناك موسم خامس فاز به بالكاس يعني شباب الوزداد منذ خمس خمس سنوات المواسم الماضيه وهو يفوز بالالقاب مره بالكاس ومرات بالبطوله اما ان يفوز غدا بالكاس وينقذ موسمه واما ان يترك الكاس للمولوديه لتكون سابقه منذ 76 وهي تفوز بالثنائيه <applause> ونتمناها ثلاثيه ولما لا ان شاء الله نصر بويش الذي تواجد بملعب علي عمار امس رفقه نخبه من اللاعبين سابقين لمولوديه الجزائر عبد الوهاب زنير علي بن شيخ طارق العزيزي مصطفى مزا وعديد الاسماء اولا كيف كانت الاجواء والدعوه التي تلقيتها ثانيا كما نشاهد فيها الصور ما الذي دار بينك وبين عبد المجيد تبون ولو انها كانت في ثواني قليله معدوده شفناك شكرته على تسليم هذا التحفه لملعب مولود الجزائر مرة أخرى تقدم بكل الشكر لرئيس الجمهورية حتى كل عائلة المولودية لأنه لما كما نقوله تسليم هذا الملعب العالمي تحفة. لم يكن في أكيد. الحسبان قبل ثلاث سنوات في... لا كنا مشينا قبل سنوات انا احنا كنا لاعبين في هذا النادي الكبير وقبلنا نلعبوا كما نقولوا اللاعبين اللي ربما كتبوا تاريخ كره القدم الجزائريه ما كناش نتصوروا ان ياتي يوم ان المولوديه بعد قرن راح يكون عندها ملعب احنا عانينا كلاعبين عانينا كما نقولوا انصار المولوديه ما كانش عندنا ملعب اليوم الحمد لله قلت لكم مرة أخرى نشكر مرة أخرى نشكر رئيس الجمهورية لأن لما تكون نادي مثل مولودية الجزائر اللي عنده ملعب مثل هذا عالمي وتحفة خ... خ... حقيقة احنا لما شفنا هذا الملعب حلم كل واحد يلعب في ملعب مثل هذا نظن أنه كانت أجواء رائعة عائلية واش لك لم شمل يعني عائله المولوديه هذه سابقين نادي عائله, لا دي لا دي عائلة مولوديه فيه لاعبين سابقين فيه مسؤولين فيه كانت عائلات تاع ربما اللي خلقوا هذا النادي هذايا كل شيء هذه هي مولوديه الجزائر عائله مولوديه الجزائر قلت قلت لك كانت اجواء رائعه عائليه وطنيه كل شيء في يومي عيد الاستقلال, الاستقلال زائد عين عيد الشباب نقول كانت كان الوقت رائع كانت اجواء رائعه ونقول لك مره اخرى نشكر رئيس الجمهوريه على هذا لوجيست هذا اللي راح يبقى تاريخي واللي اول مره لازم نقولها بكل صراحه رئيس جمهوريه يجيب عائله تاع كل عائلات من عائله علي لابوانت رحمه الله حتى اللاعبين حتى كل الناس اللي شاركت في هذا حتى الشباب لاعبين شباب في الفريق شاركوا امس فيه. لما قلت لك عيد الشباب وعيد الاستقلال كل شيء شفناه ربما حتى في وقت قصير لكن كانت اجواء رائعه مم. شكرا جزيلا شيء فقط عماد لاحظت في هذا في هذا الحفل ان هناك تجاسر للاجيال من 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 اللاعبين من اللاعبين الحالين لملودية الجزائر حتى الى الاجيال الماضيه كان كل جيل ممثل بلاعب او لاعبين وما اكثرهم ربما عماد نسال الجيل تاع وقت الطاهر حسن اللي كان يعني حاضر ويعني وصعد لكن انا اتمنى فقط ان هذه هذا هذا اليوم يكون بادره خير على فريق مولوديه الجزائر ليعود الى الثوب الافريقي انا لا انا لا تحدث على الفرق الجزائرية وطنيا لأنه صراع وطني داخلي أنا أتمنى فقط هو شباب الوزداد ومولودية الجزائر وهما ينشطان نهائي الغد يفكران من الآن كيف نسيطر على الأقل في إفريقيا بلعب المربع لا أقول برفع الكؤوس في كخطوة أولى وهي يعني المولودية تمتلك ملعب ومركز للتحضيرات واستقرار في الطاقم الفني وشركة كبرى وراء هذا الفريق وملعب عالمي اتمنى ان تكون كل هذه الامكانيات في صالح المولوديه ليعود الى الى مصاف الكبار الى مصاف الكبار افريقيا ولا تحدث على المستوى الوطني اتمنى من يعني من الفرق الجزائريه الممثله لنا في في كؤوس افريقيا للموسم القادم ان لا نكتفي لا بالربع ولا بالثمن لا اقل من المربع الذهبي او النهائي أكيد النقطة نزيدها اكيد انه اليوم نشوفوا مولوديه الجزائر اللي عندها مركز تدريب زائد ملعب عالمي ربما لهذا نظن أن المولودية عليها أن تسيطر على الكرة الجزائرية في السما... السنوات القادمة لأنه عندها كل شيء زائد المجموعة البشرية زائد ربما لاعبين باش نمشيو لما لا نعود العودة على كما نقولوا القارة الإفريقية الإفريقي. هذا هو الأهم هو المستوى الإفريقي تتحدث عن المستوى الإفريقي حتى ولو صعب نحن نتكلموا كما نقولوا احنا بالفم شيء سهل لكن لازم عمل كبير لكن الحمد لله اليوم نادي مولودي الجزائر عنده مركز تدريب ملعب, ملعب تاعو نظن انه استقرار من هذه الناحيه لهذا نظن حتى كل ان شاء الله انديه اخرى شبيبه القبائل شباب لوزداد اتحاد العاصمه وفاق سطيف شباب قسنطينه كل الفرق باش نرفع لانه اليوم لازم نقولها بكل صراحه اذا مم. عندنا منشات عالميه مثل هذه شفنا ملعب تيزيوزو رائع ملعب قسنطينه حمله رائع عنابه زابانة في نقول كل هذا ميلود هاتفي سمعني ميلود هاتفي كل هذا 5 جويا لما يكون عندك ملاعب مثلا اليوم ما عندناش دروا على علينا وكما قال لك ما من الناس اللي تكون وراء الانديه من رفع المستوى وراء هنايا لازم كفاءات كفاءات لرفع مستوى كره القدم اليوم اون بلو دروا على لازم نعودوا افريقيا خاصه كسوا المنتخب على كل م... على بالأندي. كل لا فئات شبانيه فئات شبانيه زائد لان اليوم عندنا ملاعب الحمد لله عالميه <applause> يعني موجوده يعني الامكانيات اليوم موجوده مراد سلاطني بعد كل هذه الامور التي يمكن تسميتها بمقومات نجاح اي فريق وانت مدرب هل نستطيع ان نشاهد مولودية الجزائر تنافس كبار القارة الإفريقية على لقب دوري الأبطال بداية بالموسم المقبل أم أنه علينا أن نصبر على هذا الفريق عام أو عامين على الأقل هي بداية من الغد المستقبل تاع مولودية باش تقدر تشوف على تتقاوم مع الفرق الكبرى والنوادي الكبرى اللي عندها تاريخ وعندها تاريخ وعندها كل شيء في القارة السمراء أنا نظن مقابلة تاع غدوة كما حاسمة للفريقين في الانتدابات في في الاستقرار في, في كل شيء في كل شيء مقابلة مهمة ملعب أنا نظن مولوديا يستاهلوا كانوا بدون مأوى منذ قديم الزمان العافية في خمسة جويليا لا في بولوغين <applause> ما عندناش <applause> كان في بعض الاوقات ما عندكش حتى وين تدرب صح والحمد لله رئيس الجمهورية مشكور وهذا ملعب لكل الجزائريين مش للمولودية لأن غدوة حتى الفرق الخصم يفرحوا كي يلعبوا ضد مولودية في ملعب علي عمار دونك حتى الفرق الوطنية الشبانية حتى في فرق اخرى تقدر تستعمل الملعب هذا في 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 محافل اخرى. صحيح. مقابلات كبيره هذا ملعب تاع كل الجزائريين تستفاد منه مولوديا وممكن تسير مع لاباليش هذيك امور اخرى ولكن ولكن المولوديا نظن لازم لازم يستثمروا في الموارد البشريه نعم صحيح عندك ملعب عندك امكانيات قبل المولودية كل السنين كان عندهم إمكانيات ولكن العمدة ربي يوفقهم وعرفوا ينتدبوا لاعبين وأنا نظن جمهور العمدة كانت اوناني سون ممكن 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 يكون تعطر ولا حاجة ما يعرفوش يتعاملوا معاه في المستقبل لازم يوجدوا رواحهم للشيء هذا لأن شفنا العمدة ما كانش انديفات ديفات ما كانش فوبا وان تكون فيها كيما نقولوا حنا لا بانيك ويدخلوا في بعضهم انا نظن لازم المسؤولين على هذا الفريق يخموا باللي في المستقبل ما تقدرش تقول العام الجاي نتنافس باش نكون ندي كاس افريقيا ونلعب كاس العالم للانديه انا نظن هذا راح كيما نقول تحرق مراحل تحرق مراحل الاستثمار الحقيقي هو في في الموارد البشريه صح. الناس اللي عندهم كفاءه و... وما كانش ما كانش العاطفه كما نسمع في فرق ولد الفريق لا كان تلقى واحد يتكلم ولد الفريق عرفوا بلي راهو في الخطا ما كانش تاع ولد فريق وما كانش عندك كفاءه عندك ماضي نظيف انت تمثل هذا الفريق للامانه ناصر بويش راه عمل معنا لفتره طويله ولا مره قالنا انا ابن الفريق او ما الى ذلك لا مراد يعرف مراد يعرف كل مره يساند الفريق لكن ولا مره قال انا ابن هي الفريق أو هي, هي, أو هي كالمعتاد اللي وين تحط لي سنتيمون راح يدور عليك يعني وين تحط العاطفه راح يدوروا عليك هذا فوتبول ان شاء الله ان شاء الله الكفاءة هم الاجدر بالمنصب إيه دونك حنا امور فوتبول نزلنا شويه بعد نزلنا بعد في التسيير نزلنا بعد في العقليه نزلنا شفنا درك حنا في حنا في في ليله فرح غدوه ان شاء الله 5 جويليه عيد الاستقلال وكاس الجمهوريه ما نرجعوش شويه لي إيماج كاينين غير هما العماده دونك ما نرجع لهمش ولكن كما قلت لك الاستثمار الحقيقي تسيير تحط برنامج عمل تحط اهداف تسطر اهداف وخاصة الكفاءة ما تجيبش الكفاءة وتبدا هذا يجيب فلان وهذاك ولد ليكيب وهذاك خدم معنا وهذاك نعرفوه اللي تخطا خطرة زوج ثلاثة خلي المجال لواحد آخر هذا فريق كما يقول خدموا فيه دي خدموا فيه دي خدموا فيه دي زفريكا. ما رزق حتى واحد كي عنابة كي الحراس كي اس كا كي هذه كما يقول لك كما دي جينيراسيون فاتوا على فريق المولودية نتمنى فرق اخرى وشي ان شاء الله هي كيما 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 كما فريق فريق صورة كما فرق الجنوب إن شاء الله هم الأبناء تاعنا والشبان تاعنا يستفادوا بمنشآت اللي يقدروا غدوة يمولوا فئة شبانية وفريق الوطني وفرق وفرق أخرى اللي تمثل الجزائر في المحافل المحافل الدولية الدولية أمين عندك إضافة حول هذه كدا. الالتفاتة التي تبقى تاريخية نعم شاهدنا هذا الملعب هو تحفة عالمية يعني على غرار ملعب نيلسون مونديلو وباقي الملاعب التي سويد شيدت مؤخرا أيضا ملعب ملعب تيزي أظن أن هذا الأمر ملعب ملعب دويره صور هو مكسب جميله امين صور جميله جدا حتى التسويق لهذا الملعب كيف اصبح هذا الملعب اكيد مناظر جميله هذا بهذا بهذا الصور يمكن التسويق لاي ملعب هو مكسب للجزائريين وليس لمولود الجزائر التي تستفيد ايضا لهذا الملعب الجميل اتمنى واتمنى واتمنى ان يحافظ الانصار على هذا الملعب لانه مكسب لانصار مولوديه الجزائر وللجزائريين ككل ككل امين لما تشوف انت تحفه مثل هذه انا نظن انه انصار المولوديه يعرفوا كيف ان شاء الله. ان شاء الله صحيح. يتعاملون مع لانه هنا هذا هناك وعي كبير شو, وعي كبير الاهم الاهم انا النداء نمدوا لانصار المولوديه اللي هما ما شاء الله حتى هذا الموسم مرض لكن خاصة هذا الموسم يعني هذا الموسم لكن يكون عندك جميلة. ملعب تاعك نظن انه انصار المولوديه راح يكون حافظ عليه لازم يكون حيكونوا على مستوى الملعب لانه لما انا شخصيا لما شفت هذا الملعب والله العظيم اندهشت سيت... لان حتى ولا شفت مونديلا لكن لما شفت هذا الملعب قلت سبحان الله لا من بعد خممت انا بلو لوان قلت كيفاش لما عندك ملعب مثل هذا لاكاف كيفاش لاكاف ما ت... لو كان الكاف تجي مسؤولية تاع الكاف يشوفوا نظن يقول لك كيفاش حنايا هذا البلد هذايا ما عندوش شي تنظيم راهم يركبوا اعين اخرى لا كيفاش تنظيم لما عندك انت ميلود هاتفي عندك حملاوي عندك عنابه عندك مونديلا عندك خمسة جويلي وعندك هذا الملعب والله العظيم غير تيزي وزو تيزي وزو أه نعتبره افضل ملعب في الجزائر ان شاء الله احنا احنا ما الأحسن في الاحسن احنا اليوم نقولوا دويره لعب عالمي ان شاء الله ملعب تيزي يكون احسن وعدنا توجو نخموا ماشي حسنة حسنة لكن تشوف كيفاش هيئه الكاف هذه هيئه الكاف حتى اذا حصلت تجي ساعه الى الجزائر ساعه برك ساعه تشوف كل هذه المنشات والله العظيم راح تغير حتى والله العظيم لانه ملاعب مثل هذه تقدر تلعب فيها غير لا الا يلعبوا فيها غير دي ستار كيما نقولوا النجوم زائد منتخبات ولا ننتظر مباراه عالميه على هذا الملعب وفي عجاله نتحدث عن موضوع اخر المنتخب الوطني الجزائري الذي تعرف ظهر اليوم الخميس عن منافسيه في اطار منافسات تصفية كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام بالمغرب القرعة التي أجرها الاتحاد الأفريقي بمدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا أسفرت عن وقوع الخضر في المجموعة الخامسة رفقة كل من منتخبات غينيا الاستوائية طوغو وليبيريا تصفيات كان 2025 ستجرى بمشاركة 48 منتخبا جرى تقسيمهم الى 12 مجموعه مكونه من اربع منتخبات سيتاهل من خلالها 24 منتخبا لنهائيات ممثله في المتصدر والوصيف عن كل مجموعه بدايه من شهر سبتمبر المقبل امين كيف ستكون هذه التصفيه امام منتخب كان سببا في هزيمة الخضر بعد سلسلة من 35 مباراة هزيمة وللأمانة أنت اللي ذكرتني بهذا الأمر <applause> في الكواليس صح عماد وقعنا في مجموعة تملك منتخبات قوية غينيا الاستوائية طوغو وليبيريا هي ليبيريا هي الحلقة الأضعف ولكن نتحدث عن منتخب قوي وجد هويته خاصة في المنافسة الأخيرة منافسة كاس أمم التي جرت بها الكوديفور. هذا المنتخب فاز على بطل الدورة بنتيجة أربع أهداف مقابل صفر مستوى متصاعد لاعبون لاعبون ينشطون في أقوى الأندية الأوروبية ايضا هناك منتخب الطوغو الذي يعني آه لعب مباريات قويه في المباريات الاخيره بتعادله مع ليبيا وتعادله ايضا مع جنوب السودان يعني يملك آه خبره مع المنتخبات العربيه ولكن بالرجوع الى لغه الارقام بالرجوع الى لغه الاحصائيات المنتخب الجزائري هو افضل منتخب يعني من ناحيه المراكز العالميه مقارنه بالمنتخبات الاخرى التي وقعنا فيها في هذه المجموعه والمنتخب الجزائري هو المرشح ل احتلال المراكز المركز الاول ولكن يجب العمل على النقائص الكثيرة التي شاهدناها في المنتخب الجزائري في المباريات الأخيرة يجب تحسين المستوى يجب يعني التركيز أيضا على نقاط ضعف منتخب الجزائري والعمل على تحسينها وهذا الأمر أتركه للتقنين الموجودين في معنا في البلاطو واضح أمين فريد منتخب جزائري في المجموعة الخامسة سيواجه منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز 89 عالميا توغو 120 عالميا ليبيريا 142 عالميا هل يمكن القول أنها منتخبات في المتناول على الورق وقد لا تشكل خطورة على المنتخب الوطني لكن بالمقابل وجب تذكير أنه انهزمنا أمام فرق غير مصنفة بين قوسين وفزنا على أحسن منتخب في التصنيف. صحيح. هذا بذاك. كرة القدم لا تعترف يا عماد بمباراة دون أخرى. قد 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 ننهزم أمام منتخبات مجهرية. عندما فزنا في كأس العالم على ألمانيا، كنا منتخب مجهري أمام ألمانيا ساعتها. رغم ذلك فزنا على الذي خاض النهائي في نهاية المطاف. كرة القدم لا تعترف بالتصنيف الإفريقي أو العالمي أيضا. ما يجب أن أقوله في هذه في هذه القرعة. اولا لدينا منتخب علينا ان نثأر منه رياضيا وهو منتخب غينيا الذي اوقف زحف المنتخب الوطني الجزائري للتربع على عرش السلسله دون هزيمه في العالم. ثاني ثاني ملاحظه هو ان العمل الذي قام به بالماضي في الخمس سنوات الاخيره هو الذي وضعنا على راس هذه المجموعه لا يجب ان ننسى فضل الرجال. ثالث ملاحظه هو ان هذه التصفية مثل مثل بقيه المجموعات الاخرى شهدت ربما احسن منتخب على راس المجموعه ومنتخب ثاني قد يتبارى معه على قطاع التاشيره في في نهايه التصفيات. رابع ملاحظه نحن نمتلك ارث جد ثقيل في التصفيات الاخيره باعتبار اننا كنا الاول على المستوى الافريقي في كل المجموعات. خامس ملاحظه اقول بان المنتخبات التي اوقعتنا معها القرعه هي في في متناول المنتخب الى حد ما بالنظر الى ما قدمه بيتكوفيتش في المباراتين القادمتين الماضيتين يصعب علينا من الان ان نحكم باننا امام طريق مفتوح نحو التاهل الى امم افريقيا المغرب لكن بالنظر ايضا الى متسع الوقت المتسع الذي يمتلكه بيتكوفيتش، استطيع ان اقول بانه بامكانه ان يتدارك ويصلح ما افسده في المباراتين الماضيتين ويكون ذلك المنتخب الذي يعود لينقض على منافسيه في هذه التصفيات. في نهايه المطاف نحن في مجموعه مثل مجموعه تصفيات كاس العالم لدينا منتخب واحد يستطيع ان يتبارى معنا على قطاع التاشيره اما المنتخبين الاخرين فهما فهما في متناول الخضر بكل اريحيه معنى. يعني منتخب غينيا الاستوائيه والمنتخب الوطني يقدروا يروحوا من المجموعة. نستطيع نستط... ن... لانه منتخبين من كل مجموعه سيتاهلان إيه دلوقتي. لذلك انا انا لا اناقش است... الاستطاعه في التاهل الى كاس امم افريقيا لا ننزل الى هذا المستوى عندما نتحدث ربما على الاخفاقين الاخيرين في نهائيات كاس امم افريقيا وليس في التصفيات كنا نتاهل بكل سهوله سواء في الدوره الاخيره او التي قبل قبلها انا رايي يعني وممكن يعني يكون عندك راي مخالف ان اصبحت او انا اخاف يعني من ان يكون يعني قد نواجه مشاكل في الدورات المغلقة في كاس أمم إفريقيا بعد إخفاقين متتاليين ممكن قد لا نواجه مشاكل في التصفيات لكن نفسيا وهو ما قاله زيدان في تصريحه اليوم كمحلل لقنوات بين قال المنتخب الجزائري سيلعب امام غينيا من اجل الفوز والانتقام لما حدث في كاس افريقيا الماضيه بعد تسبب في اقصاء الخضر وخساره سلسله الهزيمه قال اعتقد ان لاعبي الجزائر سيتذكرون الماضي قليلا وهذا الامر الذي اريد الحديث معك فيه وهذا من الممكن ان يعطيهم شحنه اضافيه للفوز الماضي لا يزال في الاذهان لذلك من الصعب يعني الفوز وتحقيق تلك النتائج في الدورات المغلقة. زيدان زيدان يا يا عباد. يرى 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 مباريات الإفريقية على التلفاز. انا ادعو زيدان للذهاب الى ادغال افريقيا ويعيد ويعيد ويقدم لنا التصريح بعد ان يعاين مباراة على الميدان هذا هذه اول ملاحظه ثاني ملاحظه ان تتحدث ربما على الجانب الذهني في الدورات المغلقه انا اقول لك في دوره في دوره الكاميرون نستطيع ان نحكم على ما قدمناه في تلك الدوره بانه اخفاق لكن في دوره كوت ديفوار للذي يتحدث على الجانب الذهني اقول له تحدث اولا على الجانب الحمايه التحكيميه ثم نذهب الى الجانب الثاني وهو الذهني اذا ما افتقدنا الى الحمايه التحكيميه في المو في, في الدوره القادمه سوف لن نستطيع ان نتحدث لا على الجانب التقني ولا الفني ولا الذهني ولا البدني لان في نهايه المطاف ثقل الجور التحكيمي يستطيع ان يخرجك من هذه المباراه ومن هذه الدوره حتى ولو كنت الاحسن بدليل ان السنغال وهو يودع هذه الدوره ودعها بجور تحكيمي فاضح يعني كل العالم لذلك دعونا من التحليل الذي يعني ياخذ منه البعض ما يحلو له ويربي ما لا يروق له، عندما نتحدث عن النهائيات الاخيره انا اتوقف عند الجور التحكيمي لانه لولا الجور التحكيمي لكنا في المرتبه الاولى في تلك المجموعه ولتأهلنا الى الدور الثاني بكل سهوله، لذلك اذا ما اردتم ان ناخذ العبر من الماضي عليكم بحماية المنتخب الوطني من الجور التحكيمي ثم مم. لنتحدث عن ما قد يقوم به بيتكوفيتش واضح مراد سلطني في عجالة كيف هي توقعاتك لهذه التصفيات بعد ما وقع المنتخب أنا أسميها مجموعة مفخخة لكن سيتأهل منتخبان من تلك المجموعة ولا على كل حال بعد إجراء القرعة بغض النظر على التصنيف العالمي والافريقي انا نظن المهم للناخب والفريق ككل هي المرحله اللي راح نلعبوا فيها المقابله <applause> المرحله كي تعود في مرحله جيده وممكن تواريخ قصائية كأس العالم وإفريقيا تتزامن مع بعض ممكن تلعب تصفية كأس العالم ومن بعد دو, دو ماتش بعد تلعب تصفية كأس إفريقيا أنا نظن كي تعود بـ بـ العامل الذهني يلعب دور كبير كي, كي عندك اللاعبين كبار وفيه ارتباك وفيه تكون فيه تخرج من نتيجة سيئة آآ وزيد آآ كل الفرق درك وكانه الفريق الجزائري ولا حافز للفرق الفرق الافريقيه تلا مع فرق احنا نقولوا القرعه صنفتنا ولكن في الميدان قاعد نشوفوا باللي كانه فريق مستهدف ناس كل يحب يربحونا ناس كل يخرجوا اللعب الكبير مع 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 الفريق الجزائري ولكن الفورمه تاع اللاعبين والمنتخب ككل تكون في حاله مش مش جيده وبذلك الامر نعاني احنا يتسجل علينا الهدف في ارتباك ونشوفوا باللي كالمقابلات السابقه وكتصفيات ولا كاس ولكن هنا ان شاء الله ان شاء الله الصحافيين والناس اللي يتبعوا شؤون تاع كره القدم حان الوقت يكون وراء الفريق الوطني واحد مع الفيدرالية هذه واحد مع المناخب الوطني هذا فريق وطني اللي الناخب الوطني اللي فات قدم وش عنده فرحنا كان فيه كان فيه مقابلات كبيرة وكان فيه إقصاءات هذه كرة قدم جاء مدرب جديد درك لازم لازم على الإعلاميين خاصة درك تقسموا كل وراء الفريق الوطني لأن شفنا باللي في بعض الأحيان يأطروا حتى هذا الناخب الوطني صح ياثر على الناخب الوطني وخاصه في حاله كي تعود خساره ياثر حتى على المجموعه مم. واضح تقول كلام جميل يا مراد سلاطين شكرا جزيلا لك اليوم على ما قدمته معنا في هذا البرنامج امين يعطيك صحة شكرا, جزيلا شكرا. نصر بويش كنت انيقا ومتالقا شكرا, شكرا. جزيلا يعطيك الصحه المنتخب صحيح. لما تشوف المجموعه كيما نشوفوا اللي طاحت كيما غينيا الاستوائيه طوغو مم. وليبيريا مم. اكيد أن المنتخب الجزائري هو المرشح الاول لي لمرور الى كاس افريقيا برك عندي عندي كلمه برك تحيه برك تحيه وتوفيق للامام تاعنا الحاج سيد علي اورادي من مدينه يسر مم. بعد مبادرات مبادرات مبادرته لتكريم بعض الوجوه الرياضيه في المنطقه يعطيك الصحه مراد كاروف عمر حمناد عبد الوهاب تيزاروين و وايت عبد الرحمن نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله يعطيك الصحه قبل ما تروح ل فريد فريد انا بودي عرضونا قدماء لاعبين فريق مولوديه بجايه شكرا داروا السبعينيه تاع تاسيس الفريق تاعهم ونشكرهم من هذا المنبر على للحفاوة وحسن الاستقبال وكانك تشوف في فريق راح يلعب شامبيونز ليغ صحيح نظام نتمنى عوده هذا الفريق نظام جيد إنه إنه استقبال كوي. جيد في كل م -م. منهم م -م. ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله ان شاء الله نتمنى لهم ان شاء الله في المستقبل يرجعوا كما كانوا ان شاء الله ان شاء الله مراد سلاطني فريد يعطيك الصحه ويعطينا كلمه خير والله مثل ما قال مراد انا ايضا اتمنى من سواء الموب او شبيبه بجايه هذه المدينه تستحق أن يعود أحد الفريقين إلى القسم الأول لأنهم حقيقة متعون عندما كانوا ينتمون إلى مصاف الكبار إن ذاق عنك القول يا عماد فالصمت اوسع يعطيك الصحه فريد بارك الله بكثير. فيك اوسع بكثير مشاهدينا وصلنا وياكم لنهايه عدد اليوم للتذكير مشاهدينا قبل نهايه هذا العدد سياتيكم بعد نهايه هذا العدد من الجزائر حصه خاصه من برنامج من المصدر والتي حل فيها رئيس حركه البناء الوطنيه عبد القادر بن ضيفا ابقوا اوفياء لبرامج قناه الوطنيه ونشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه الى اللقاء